أسعد الله صباحكم بكل خير. موجود الآن في موقع مشروع الفيلا السكنية، الحمد في تقدم كثير، حاليا جالسين يجهزون لأعمدة الدور الأرضي بمشيئة الله. طبعا أكثر سؤال جاني أنه ليش دخلت مجال التطوير العقاري وأنا معظم خبرتي أو كل خبرتي في التجارة الإلكترونية، الآن أركب السيارة لأن الجو بارد وأعطيكم التفاصيل. ركز معي، الكلام اللي بشاركه وياكم جدا مهم. طبعا اللي خلاني ادخل في مجال التطوير العقاري، اول شيء انا عندي شغف في الشيء هذا، ولكن السبب الرئيسي او نقدر نقول 98% من اللي خلاني ادخل هذا المجال هو المحافظه على راس المال وتنميته. طبعا انا اشتغل في مجال التجاره الالكترونيه من فتره، اشتغل على مشاريع الانترنت ولله الحمد يجيني دخل منها جدا عالي، يعني قد ما اصرف برضو يبقى معي فلوس. الفلوس هذه أنا لازم أحافظ عليها وأنوع استثماراتي عشان أقلل المخاطر. فمن ضمن الاستثمارات اللي قررت أني أدخلها من فترة هو المجال العقاري. أول كان دخولي فقط استثمار أني أشتري وأخليها فترة بعدين أبيع، ولكن الآن بدأت في التطوير العقاري، والهدف النهائي أني أحافظ على رأس المال اللي عندي وأنميه، لأنه الفلوس إذا قعدت في البنك تقل قيمتها. ممكن بعضكم يسأل يقول طالما أنه التجارة الإلكترونية تجيب لك دخل عالي، ليش ما ترجع وتعيد استثمار الدخل والأرباح هذه في التجارة الإلكترونية عشان تنمي من هذه المشاريع؟ طبعا في البداية كنت أسوي كذا لين ما وصلت لمستوى معين، بعدين يوم صار الدخل جي من التجارة الإلكترونية جدا عالي صرت أشوف في مخاطرة أني أرجع وأحط الفلوس هذه في نفس المجال. السبب أنه لو لا سمح الله أنا خسرت هذا المجال، أنا راح أخسر فلوسي بالكامل، لأن التجارة الإلكترونية إذا مشروع تعطل أو صار في مشكلة ممكن تخسر رأس مالك في يوم وليلة. فقررت أشوف استثمارات بديلة تحافظ لي على رأس المال وتساعد على تنميته. من أفضل الاستثمارات اللي لقيتها بما أني حاليا موجود في السعودية هو المجال العقاري، لأنه في نمو مستمر. فقررت أني أدخل هذا المجال لأنه لو لا سمح الله صار فيه مشكلة أو شيء أقلها ممكن تخسر 10 أو 20% من رأس المال، ما تخسره بالكامل زي. طبعا الخطة اللي أنا حاليا ماشي عليها واللي معظمكم يقدر يطبق نفس الخطة وإن شاء الله يحصل على نتائج أفضل من النتائج اللي أنا حصلت عليها، إنه أول شيء صنعت عدة مصادر دخل من ضمنها مشاريع الإنترنت، التجارة الإلكترونية، حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، الاستثمارات اللي سويتها الفترة الماضية، هذه كلها مصادر دخل تولد لي فلوس بشكل مستمر. الفلوس هذه أخذها أقضي منها احتياجي، والفائض أعيد استثماره في مثلا العقار، الأسهم أو أي استثمارات ثانية نشوفها مناسبة. طبعا الخطة هذه أكثر شيء دعمها وساعدني أني أحققها ووصلت لنتائج جدا مرضية ولله الحمد في الفترة هذه من حياتي، أنه كان عندي أهداف مالية. فلازم أنت أو أنتي تعرفون أهدافكم المالية، تعرفون فعلا إيش الشيء اللي تحتاجونه، لأنه إذا حددت أهدافك المالية وصارت واضحة بالنسبة لك سبحان الله راح يصير شيء عجيب، راح تبدأ تلاحظ فرص في كل مكان، لأنه خلاص صار عندك وضوح إيش هدفك المالي، إيش المبلغ اللي ناوي توصل له، كم المبلغ اللي تحتاجه عشان توصل للحرية المالية. فكل هذه الأمور راح تسبب لك وضوح في كثير من القرارات اللي تتخذها في حياتك، وهذا الشيء صار معاي شخصيا، يعني صار عندي وضوح كبير جدا وسبحان الله الفرص بدأت تطلع وتجيني من كل مكان.